عليك انا كتير، انا بقيت كتير معلش. قاعد. انا متعود طبعا على خفه دمك يعني، بس انا شايفك متضايق وزعلان. اه طبعا اللي حصل طبعا ده مش طبيعي، اللي يعني ان يحصل ان ال 14 لعيب مش يومهم، دي طبعا دي في كرة القدم تبقى صعبة جدا. اللي كان مضايقني اكتر ان ما كانش فيه روح، دي اللي كان مضايقني اكتر، ما كانش فيه روح. يعني انت ممكن تبقى مغلوب بس عندك روح، يعني ممكن تتغلب مش يومك، دي اوف بتاعك النهارده، بس يبقى عندك روح. انا كان شايف ان مفيش روح، اتمنى تكون الروح دي موجوده في مباراه العوده. طب انا عشان بس لسه كنت متكلم في الانترو، خلينا نتكلم على حته مفيش روح. هل يعقل ان مفيش روح من 14 لعيب يا احمد؟ الحاله العامه انت كنت شايفها ازاي؟ يعني انا مثلا اقول ايه ده احمد مقصر، ده ميدو مقصر في الملعب، ما مش بيجري، لكن اتكلم على فرقه كلها نقول مفيش روح؟ استسلام، حصل استسلام غريب يعني بعد الجون الثالث، حصل استسلام غريب في كل الكور المشتركه، انت مش بتاخدها الكره الثانيه حصل مش بتاعتك. احباط احباط واستسلام خلاص. يعني انت لازم تبقى عارف ان دي مجموعه مباراتين، انت عندك مباراه ذهاب ومباراه عوده، مجموع المباراتين هو اللي هتصعد بيه، فانت ممكن حتى وانت ثلاثه لو كنت جبت جون كانت تفرق معاك برضو، هنا تكسب 2-0 فتصعد. لكن انا شايف ان لا، يعني ال 14 لعيب مش في حالتهم، احباط عام خلاص. وانت تبقى في الملعب كده بيبقى في نجم معين في الملعب، انت ما بتحس ان هو مش موفق النهارده، انت غصب عنك اللي حواليك بيحس ان النهارده مش يومنا بقى خلاص. فانا شايف ان لا، الحاله كانت صعبه جدا جدا جدا، مش يعني فعلا يوم مش هيتكرر تاني. لا لا مش هيتكرر، لان يعني احنا في تاريخ النادي الاهلي كله، النادي الاهلي ما خسرش خمسه بره ارضه، ولا خسر في دوري ابطال افريقيا خمسه، دي صعبه جدا ما حصلتش خالص. فدي طبعا يعني هتبقى مكتوبه في التاريخ، يعني مكتوبه في التاريخ. انا يعني شايف ان المباراه اللي جايه هي مش مباراه ان انت تكسب او تستمر في البطوله او ما تستمرش، رد اعتبار لنفسك، رد اعتبار للعيبه نفسها، رد اعتبار للكيان، رد اعتبار للجماهير. جميل. انت ممكن يعني تكسب مكسب كويس باداء كويس، ممكن لا قدر ما تصعدش، بس انت الجماهير تحس ان انت فعلا عملت اللي عليك، مفيش حد بخل بـ 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 بنقطه عرق في الملعب، رجاله فعلا واخدين الماتش بجد، بيستثمروا كل الفرص، ضاغطين على الفرقه من اول الماتش. هتلاقي الجماهير بعد الماتش، جماهير الاهلي جماهير واعيه جدا وبتفهم. هو الجماهير مش طالبه غير كده، خلي بالك على فكره، الجماهير مش طالبه غير كده. ميدو انت خسرت، احنا كنا في جيلنا، انت كنت معانا، خسرنا ماتشات كتير جدا والناس كانت بتسقف لنا. احنا خسرنا 3-1 من النجم الساحلي في النهائي بفعل فعل من الحكم، والجماهير كانت كلها بتسقف لنا واحنا خارجين. حتى يعني كل الظروف يا احمد، طالما انت ذكرت الحكم حتى شايف الدنيا كلها جايه، وراح هو كمان ضربه جزاء طبعا في جون بعد كده ثالث ورابع برضه، خلي بالك طبعا. احباط فعلا طبعا. ثالث ورابع وانت بطل وخدت، انت عارف الضربه القاضيه زي ما بيقولوا، مش عارف تقف، وكل ما تيجي تقف ضربه جزاء ملهاش علاقه بضربه الجزاء خالص. انت برضو يعني انت كنت موجود، وانت عارف ان احنا كنا بنروح بره، عارفين احنا بنلعب 11 فريق وال 11 لعيب والفرقه كامله والحكم فاحنا والاجواء فاحنا على طول عارفين ان الحكام في افريقيا تملي بتبقى مع صاحب الارض، خصوصا ان انت طبعا النادي الاهلي الناس كلها عارف ان النادي الاهلي كبير، فكله بيبقى متعاطف تملي مع الضعيف، الفرقه الضعيفه الثانيه يقول لك كده كده النادي الاهلي كبير، تعرف من بره بقى بيعرفوا حتى ما فكرش ثانيه. طبعا انا قلت طبعاً. مش عارف والجون لا والجون والجون فيها في جون هاند بول يعني باينه قوي، يعني الثالث والرابع حتى في بعض لعيبه الاهلي رفعوا ايديهم، يعني بالزبط. كان برده 3-0 برده غير 5 2-0 ما انت ضربه الجزاء الثالث طبعا انت 2-0 وعايز ترجع، بس الحاجه اللي مطمناني ان انت وصلت كتير، يعني انت في كذا كوره وصلت، كره عمرو السلاله في 6 يارده في كذا كرة وصلت لها، وصلت في أسوأ حالاتك، في أسوأ حالاتك بتوصل. خلي بالك سان داونز فريق مش مرعب، وفي مش مشكلة مرعب. سان داونز لو تشوفه في دوري المجموعات جمع كام نقطة؟ جمع 9 نقاط. سان داونز على أرضه شرس جدا، بره أرضه اتغلب كل الماتشات، فدي برضه نقطة احنا ناخدها، لازم برضه احنا نقسم الماتش، نقسم ان احنا أهم حاجة توقيت الجون الأولاني، يعني توقيت الجون الأولاني إن شاء الله يكون في أول 10 دقايق ربع ساعة، ده هيديك حافز. لكن لو الجون الاولاني اتاخر للشوط الثاني هتبقى مشكله. لا اكيد ان شاء الله يعني انا شايف ان شاء الله الشوط الاولاني انت كمان. لو جايب جونين ان شاء الله او ثلاثه في الشوط الاولاني خلاص الموضوع بالنسبه لك بقى سهل، احنا برضه نفكر الاول ان احنا نتعادل، يعني نوصل للخمسه بتوعهم، وفي نفس الوقت نحافظ على التوازن الدفاعي ان احنا ما يخشش فينا اهداف، لان انت لو دخل فيك اي هدف هيصعب المهمه. ان شاء الله مش هيدخل ان شاء الله باذن الله مش هيدخل، والجماهير ال 30,000 الرايحين كنت لسه بتكلم